احنا بنحتاج انه نفضفض. سارة بتعرفني بمون على كرام، فحبت تحكي لي شوية تفاصيل بيناتهم. يعني نسوان، فانت لا تاكل هم ولا تشغل بالك، خلص شوف شغلك. لك عمي، صاير شي بينك وبين كرام؟ كرم عمل لك شيء؟ إذا في مشاكل بينك وبينه ليش ما حكيتولي؟ ليش ما حكالي كرم؟ ليش أنت ما حكيتيلي؟ لك عمي أنا غريب. والله يا عمي ما في أي حاجة حصلت، هيكون حصل إيه يعني؟ وبعدين لو كان في أي حاجة حصلت طبعاً كنت هقولك، ده أنت زي أبوي. فرج لا تكبر الموضوع، ما له مستاهل. أنا قلت لها يلي فيه نصيب، يعني شديت لها أدنى ولا مبمون؟ لا طبعاً بتمون سيد أمير. والله يا عمي ما فيش اي حاجه حصلت، بس يا ريت ما تحكيش لكرم على اي حاجه، انت عارف كرم بيتضايق من اقل حاجه. وبعدين انا كنت مخنوقه شويه فجيت افضفض مع السيد امير، انت عارف لما الست بتبقى مخنوقه بتبقى عامله ازاي. انا بس كنت ساره. خلصنا، حكينا كتير بما فيه الكفايه. الكلام اللي قلت لك اياه بتحطيه حلقه باذنك. تفضلي و ديري بالك على كرم. تفضلي. معقول لا النسوان؟ مو معقول. غريب. ايه فرج، شو ليش عم طلع فيني؟ قلي في شي صاير معك شي؟ لا انا مو صاير معي شيء، بس إذا كان صاير شيء سيد أمير أرجوك ما تخبي علي. ما في شيء. تفضل تفضل شوف شغلك. تفضل.